بين مثلا بالنسبه لي انا مش شايف ان هو هيديني فايده غير كوست مثلا بالنسبه لي انا الراجل شغال في كوست واحد ثاني شايف ان هو فايده كده فيه احسن ده منه فكل واحد يقول لنا ايه الفايده اكبر فايده شايفها من الاستخدام الفكري ماشي تمام حضرتك شغال ايه؟ انا كمان تمام بالنسبه لك هو الكوربريشن ده رقم واحد ان شاء الله تحضره احسن شغل في ايه يعني لما كل الناس شغاله فين كل الناس بتعمل ايه مش كل شهر ولا حاجه بقى ياخد مثلا اسبوع ولا حاجه ان المشروع يخلص بالكوست بكل حاجه دي الميزه الوحيده يعني انا وانا شايفه ان هو بيحتاج انفورميشن بس كتيره قوي عشان اعرف اطلع بيه حاجه انا محتاجاها فحاسه ان ده هياخد وقت اكتر من الحاجه اللي انا هطلعها هي طبعا هتبقى حاجه حلوه بس يعني عايز وقت كتير قوي عشان يتعمل هو بياخد وقت في الفتره الاولانيه خالص بس بعد كده في مرحله الكوردينيشن او في مرحله الكلاشات او مرحله الحصر ما بياخدش وقت خالص يعني هيعوض الوقت اللي احنا صرفناه في الاول. طيب وحضرتك؟
هو انا اللي عجبني فيه فكره اللي هي المانجمنت بتاعته، او ان انا اقدر يبقى فيه كوبريشن ما بين الكل، ان انا لو في اي حاجه مستيك صغيره اقدر يعني تبقى يعني اقدر ان انا اعالجها وهتسمع عند الكل، مش هتبقى في يعني مش محتاجه اقعد اعيد كل الحاجات الثانيه عند كل واحد تاني. ففكره الانتجريشن دي او فكره اللي هو ان هي تعاون ما بين الناس دي كلها، دي اكتر حته انا شايفه ان هي فاليو بنفيشن. هو ممكن ياخد وقت كتير في الاول كده، بس بعد كده هيوفر لي كتير لو في اي اخطاء او حاجه. ممكن برضو الفكره اللي انت قايلها ان هو لما حد يعمل ابديت في حاجه بتوصل لكل الناس. تمام. فبتبقى انا حاسه ان انا البيت الاطفال كلها. طيب في حاجه ما حدش قالها خالص مرغم انها موجوده قدامنا، اللي هي السستينابيلتي. كم واحد هنا خد ليد او اي شده ثانيه غير الليد او ليد؟ استدامه بوظيفه. تمام. هو احنا هنتكلم برضو على حاجه زي كده، ايه العلاقه بقى بين الاستدامه وبين البنت؟ تمام. في اغلب الناس قالت ان اهم حاجه موضوع التنسيق بين الاقسام المختلفه ونظام اللي هو النظام اللي هو اي بي دي انتجريتد بروجكت دليفري، ان احنا كلنا بنتغذى من مع بعض. في مشروع اشتغلت فيه تمام، كانوا قصادين بتاع سستينابيلتي. تمام. ليه؟ يقول لك بتاع السستينابيلتي ده كل ما يجي يحط لنا شروط، يحط لنا حاجات، يحط لنا الشغل واليو فاليو. لا، هيحصل الاجتماع يبعت ايميل الناس كلها احنا عملنا بتاع السستينابيلتي. ده حاجه حصلت دي. تمام. مرة اتصل بيه يا عم الحاجه اللي ماشي الاجتماع ليه محدش عزمني يا عم هو صحيح. جينا في اخر المشروع وكان عباره عن عدد مباني تقريبا 30 مبنى. فجيت اخر المشروع قال لا، انا المشروع ده عشان يسلم ونعرف ناخد فيه موافقه لازم مقدار معين من الارض الخضراء، فكل المساحات بتاعتك لازم تتغير. يعني هو عامل مثلا 100 متر، لا انا محتاج 20 متر منها ارض خضراء، خليها 80. فنعمل الضرب والانشاءات الضرب كل الشغل الضرب بسبب ان هو ما حضرش من الاول. فلازم بتاع السستينابيلتي يحضر من اول يوم، وبتاع السيلف مانجمنت تحضر من اول يوم. ما فيش حاجه تقول في اخر المشروع واحنا بنسلم المشروع هنديهم يخلصوا لنا الورق والدوكيومنتيشن. لا، هو ممكن مثلا يقول لك ما استخدمش الماده دي او استخدم الماده دي، او انا محتاج نورس معينه. يعني المفروض اول واحد يبدا شغل يكون واحد فاهم سستينابيلتي عشان يختار شكل المبنى مناسب للبيئة. زي ما نشوف كده ايه مع بعض يوم انسى السنباتي. ايه هي السنباتي؟ السدارة. هل كده عارفين السدارة؟ كل واحد منهم بيظهر برضه. على حق اللي جاي. فدي من حاجه مهمه جدا، ان المبنى لو هو فعلا محتاج مخزن 100 خلاص خد ال 100 ما تاخدش 120. تمام. انا عايز اوفر ميه وكهرباء وطاقه من غير ما اقطع الميه والكهرباء على الناس. ما ممكن اقطع اسبوع واخليهم كلهم يطفشوا، بس ده مش صح. لا، انا عايز اخليهم يبقوا عايشين ومبسوطين. يعني مش هقعد مش هقول لك ايه هنجوع ونشرب ما نشرب، يعني لو مش كوبايه شاي نشرب معلقه واحده. لا، بقى اشرب زي ما انت متعود من غير ما تيجي على جنب جاي. تمام. فاحنا عندنا مشاكل اصلا موجوده في الانرجي، في الووتر، في الماتيريال، كل الحاجات دي موجوده. تمام. فاحنا محتاجين ان احنا استهلاك طاقه نستخدم الطاقه مظبوط، ما يبقاش في لايتنج زي على النجوم، سايب كهرباء زي على النجوم. نشوف ايه مصادر الطاقه البديله اللي ممكن تبقى كويسه بالنسبه لنا. الهيتنج اند كولنج اند فنتريشن. تقريبا التكييف بياخد تقريبا 60% من الكهرباء اللي جايه المبنى. فلو عرفنا نستخدم تكييف كويس، مش هقول ان احنا مش هنستخدم تكييف مش هنوفر ان انا اجيب مراوح. لا، هتشتغل تكييف بس تدور على حاجه تكون بتستخدم الكهرباء قليل. الماتيريال برضه هنستخدم الماتيريال تكون صديقه للبيئه. كل الحاجات دي هنقدر نعمل لها محاكاه من خلال البيم ونشوف هل فعلا الارقام دي مظبوطه ولا لا. يعني ما ممكن واحد يقول لي احنا عندي الحاجه دي بتوفر ميه قد كده، تمام؟ فانا عايز اجربها بدل ما اشتريها وبعد ما بعد فتره الاقي انها ما بتحققش حاجه دي. بعد ما كنت اتبدلت. احنا عندنا مشكله ان المباني بتستهلك 46% من الطاقه اللي موجوده. يعني بقيه المصانع والحاجات دي كلها لا ما بتستهلكش قد المباني، بتوصل في الموديل 70%. فدي مشكله. لو قدرنا نسيطر على استهلاك الطاقه في المباني كده هنحلها مشاكل كبيره جدا للبيئه. ان صناعه الكونستراكشن بتاعت 53% من الماتيريال الاساسيه. فلو قدرنا نسيطر مثلا على الموضوع دوت ان احنا في هات كتير اصلا في الماتيريال،
هنقدر نوفر موارد خير، بدل ما احنا بنقطع في الشجر وبدل ما احنا بنشغل مصانع عشان تجيب لنا اسمنت والحاجات دي كلها، لا هنقدر نتحكم في دي. الكونستراكشن بعد صناعه الطعام هو اكتر حاجه بتعمل تلوث وبتعمل مشاكل كتير، فاحنا لو قدرنا نسيطر عليها هتبقى حاجه كويسه. 13 مليون طن من الماتيريال بتروح للموقع وما حدش بيستخدمها، يعني برضه الحته السيئه. 90 مليون طن ده ويست، يعني بيتعمل وبيترمي، فعندنا مشاكل كتيره في موضوع استهلاك الماتيريال. فاحنا عايزين نعمل مباني صديقه للبيئه، حاجه تكون استهلاكها في الطاقه معقول. كل ما بدأنا استهلاك الطاقه واستهلاك الميه واستهلاك اللايتنج ده بيديك نقط كويسه جدا. فاهم حاجه بالنسبه لي التركيز في الاوبريشن، يعني في الديزاين التكلفه بتاعت الفلوس 3% البيلدنج 19% الاوبريت، لان هو في جنب فتره طويله من الوقت بتلاقي عندي بيوصل ل 80% عندي ران وريبير وعندي ريبلاسمنت. فاحنا محتاجين ان احنا نسيطر على التشغيل. البيبي مليون بتاع لون اخضر لان هو صديق البيئه، احنا بنحاول نعمل سيموليشن للحاجه. كان الاول تعمل اللي هو حكايه بقى تبعت ال 10 برامج كل برنامج فيهم بيعمل الانس الخاص بيه، يعني واحد سي اف دي، واحد لايتنج، واحد تكييف، واحد تخش مثلا حاجات تحت انشائي. انت بتعمل موديل بتبعته للبرنامج يقول لك مرحبا انا عارف عارف المعلومات دي، بياخدها ويقدر يفهمها ويكمل شغل عليها. طيب دي بعض الاحصائيات. خلينا نبدا نقول مثلا ايه اللي هيعمله البيم. البيم هيعمل ايه؟ هناخد الموديل دوت قبل ما نختار الشكل، هنشوف لو احنا عملناه في المكان الفلاني. اول حاجه بنحددها اللوكيشن، بنحدد الشكل بتاعنا ونبدا نشوف هل الشكل دوت لو اتعمل هيبقى فيه نور قد ايه، فيه شادو قد ايه، فيه كل التحاليل دي بتتعمل بسهوله جدا. ممكن تعملها جوه الريف نفسه، يعني سهل جدا الحاجات دي تتعمل جوه الريف، مش مصدقني. طيب خلينا نبص كده، شغل الريف سريعا. طيب ده مثلا بالنسبه للريفيكس. طبعا في برامج متخصصه بس خلينا نشوف الريفيكس بيعمل ازاي. لو حابب اقول لكم عايز صن باص صن اعمل لي صن باص. خلينا نخش مثلا في اي فلور في البلاد، هو هيعمله كده مش مشكله بس خلينا نشوف الفلور ده. بدل الميكانيكال احنا هنعمل بقى التقطيع شرط. وبعد كده هقول له انا عايز صن باص صن. بيقول لي انت عايز اني مكان او برضه خد نفس المكان بتاع المنطقه. طيب عايز اشغل الشادو، برضه شغل الشادو. طيب حد راح في الشادو يبدا برضه يتحكم بالطريقه من الشادو. تاني الشادو زي ما انت عايز بيبدا يعمل الشادو زي ما انت عايز. الوقت اللي بعمل ساعتها تقدر تيجي هنا تتحكم في الوقت اللي انت عايز تعمل فيه التحليل بتاع الشمس دوت. ممكن نقول مثلا انا عايز اكتر من يوم فبيبدأ يجيب لي الشمس نفسها في اليوم ده هتبقى عاملة ازاي وشكل الظل هيبقى عامل ازاي، وتقدر تصدر الحاجات دي فين، وتقدر تيجي هنا في أي وقت تقول له ده أنا عايز خط أطول، تقول مثلا أنت من 1 إلى 9 لا خليها مثلا هو ازاي بيعمل في يعني في الشمال والجنوب ازاي حدد منها؟ ازاي حدد منها؟ هو انا بالنسبه لي في شويه معلومات دخلت الاول، كل المعلومات اللي دخلت الاول مجرد ماليش.
بنعمل اول حاجه اللوكيشن لوكيشن اهوت بتقول تدخل انت عايز المكان بتاعك يكون فين اي دوله وبعد كده على اساس هو بيعتبر ان ده هو الشغل بتاعك بس يقدر يتغير في الوقت الكوردينيشن تقدر تتحكم في شكل الكوردينيشن هيتكلم فين تمام فده هنا هيبقى هو انا زودت الفتره الزمنيه هتبدا تشوف الشغل بدا يتغير تمام فده من خلال البرنامج الريفت تقدر تعمل فيه مباشره في حاجات كتير جدا هنعملها من خلال الريفت من غير ما ناخد برامج اخرى الان في برامج اخرى برضه هنشوفها مع بعض دلوقتي برامج بسيطه جدا وسهله جدا انها تشتغل دي بنشوف الشكل بتاعك كده شوف انسب شكل ليك ايه بحيث انت ممكن لو غيرت شكل حاجه بسيطه يتغير معاك تمام فانا عندي كذا ريتنج سيستم الريتنج سيستم ده مش معناه سستينابيلتي معناه النقاط بيشوف الحاجات دي هتحقق ولا لا يعني انا عندي البند بتاعي فعايز اقول ان هو سبيك للبيئه فبيقول لي انا عندي بعض النقط 110 نقطه لو تحققوا هديك بلاتينيوم لو حققت مثلا كذا هتاخد ذهبي لو حققت كذا هتاخد فضي وبعد كده تبقى مجرد بس تاخد اشياء فبالنسبه لي لازم الووتر لازم الانرجي الماتيريال الاندور انفيرمنت كواليتي الاوبريشن سستينابيلتي سايد ده برده من الحاجات اللي البيبي بيعملها يعني هو يقدر يديني ان انا اختار المكان الانسب ليا اللي اخد عليه نقط 16 نقطه لو قدرت تختار المكان برضه ده الجي سي اس في قطر في بريم في بريطانيا في دي في امريكا فالبرامج عموما يعني عشان تشتغل تحتاج ان انا ادير بعض المعلومات ادير فلور بلان اوبننج ماتيريال عدد الفلور اللوكيشن الجي بي سي الموديل الشباك تايب الشباك سايز الموديل اللاكينج سيستم النمبر اوف روم كل الحاجات دي ببدا دي كلها في مدخلاتي طب في مقابل كده خد من الحاجات دي كلها هيديني ايه؟ هيديني الانرجي هيديني الكربون هيديني الريسورس هيديني الدي لايت هيديني الووتر الريسورس هيديني الليك هيبدا يديني يقول لي تقريبا هتقدر تحقق لي ده قد ايه؟ البرنامج نفسه ما يقدرش يديك انت حققت لي ده قد ايه؟ بس بيديك لما تبعت الورق لمؤسسه التحليل هتاخد تقييم قد ايه؟ هو ده في الريفت نفسه؟ لا ده الريفت بعد ما بخلص الشغل بصدر حاجه اسمها جي بي اكس ام ال وبصدر حاجه اسمها اي اف سي مجرد بقول له انا عايز اصدر الشغل يعني ما باخدش منه وقت خالص بص انا عايز بس ايه طيب خلينا ندخل على الريفت كده Thank you.
او تقول له اعمل امبورت الاي اف سي. وكل براند بيعمل كده، تلاقي في موضوع ان هو يعمل سمارت اي اف سي ويعمل امبورت الاي اف سي. طيب الحاجه الثانيه جي بي سي ميل. تقول له انا عايز جي بي سي ميل. ليه مش شغاله؟ لان احنا ما عملناش المحاكاه، هنعمل مجربه. ده دي نقط معايا جي بي اكس ام ال، تمام؟ ده عباره عن المعلومات بتاعت المشروع. هنبدا بيه هنا من الاناليسيس، تمام؟ وهنعمل الخطوه هنا، هنشوف ازاي نعملها مع بعض. بس احنا فهمنا الموضوع ان احنا نعمل موضوع اسود. خلينا نتكلم في البرزنتيشن، تمام؟ دي البرزنتيشن بتاعتنا اهي. هنا في الداخل بنبدا بقى نشوف ايه هنعمل المحاكاه، مثلا دي البيلدنج دي انرجي، هنعمل محاكاه للدي دايت، هنعمل محاكاه للايكولوجي. كل المحاكاه ديت انت عملت الموديل مره واحده بتقدر تدخله على اي برنامج من البرامج. دي محاكاه القانون؟ نعم. المحاكاه اللي بتحاكي القانون؟ ديت؟ اه. اعتقد هنا بقى بتعمل كل الناس شغاله معاك في قلب المزاج كده، ما ينفعش واحد يقول لك لا انا مش هلتزم بيها، ما ينفعش ارتكشر يقول لك لا انا مش هغير تمام. لازم كل شركه لازم الكلام بتاع التصنيفات يتناقش معاه ويبداوا يتفقوا مع بعض، سواء الاركتكشر الاستراكشر الام بي. غالبا الاستراكشر مش شغل مع التصنيفات. ليه بقى؟ ما انا لازم ما جيش على جال حاليا، يعني بقول هو كل جال مهم وما جاش فخلصانة. لا ما بقدرش اعمل استراكشر، يعني حتى في الفاليو انجينير ما يقدرش يقرب من استراكشر غير لو اكتشف ان الراجل نفسه غير عمل تصميم غلط. يعني هو في يوم كان مشروع كان الراجل عمل القاعه كبيره جدا وهي فيلا مش هيطلع عماره، فغيرنا الحاجات دي، تمام؟ فاحنا بنبقى شغالين ونبدا نتفق مع المصانع والناس اللي هي السبلاير ان هم يلتزموا كل الحاجات اللي هي هيقول عليها بتاع السبلاير. هنا بيبقى في تبادل بين الاقسام كلها، بحيث ان احنا نقدر نعمل شغل المفروض المعماري والانشائي والكهرومكانيكال. لو هم شغالين بنفس البرنامج مثلا ريفت خلاص مش مشكله، لو هم شغالين برامج مختلفه لازم يصدر لاي اف سي، وبعد كده نبدا ناخد الموديل ده نعمل بيه اللي انت عايزه. يعني خلاص الموديل ده كانك انت عندك مبنى والراجل قال لك المبنى ده فاضي مفيش حد، خش واعمل اللي انت عايزه. فتخش بقى تعمل اختبارات الصيانه، تعمل الاختبارات بتاعت اللايتنج، كان انت عملت موديل، يعني عملت على الكمبيوتر هو تيبيكال اللي هيحصل في الموقع. ده مثلا مبنى من المباني، هتقدر تاخد مثلا حاجات تكييفيات، حاجات الخرسانه، حاجات كل التحليل اللي انت ممكن تعملها اناليسيس تقدر تعملها من خلال الموديل ده. دي مثلا صور حقيقيه، هنا مثلا عندي التحليل بتاع الصور اناليسيس، عندي هنا المعمول الشادو الايدج، كل الحاجات دي تقدر تستفاد منها. كل الناس هتتعاون معاك، لازم تتعاون معاك، ما ينفعش حد يقول لا انا ماليش شغلانه فيها على الانشائي. طيب من ضمن الحاجات الريتنج سيستم البريم الليد الاستدامه الجيساس، في حاجات تانية كتيرة بس انا بالنسبه لي اهم واحد هو البريم والليد كونسيبت اللي هو بتاع الجيساس. اشمعنى ده بقى؟ عشان مصر. لا في حاجه ثانيه برضه، ده الوحيد اللي بيدي درجات لو انت اشتغلت بيم. يعني لو انت اشتغلت بيم بيديك نقطتين، لو اشتغلت بيم مع استدامه بيديك ثلاث نقط، لو اشتغلت بيم مع فاسيلتي مانجمنت بيديك اربع نقط. فده يعني اكتر كود كان حسيت ان فيه حاجات كتير كويسه. اللي هو ما بيستخدمش، لا هو لسه معمول السنه دي ولسه ما خدش موافقه رسميه. ده هو جرين بيراميدز ده؟ اه جرين بيراميدز، تمام. هو في واحد تاني شغال فيه في النيل اللي هو الارض في السعوديه النخلات، بس لسه ما خدوش. الوحيد اللي واخد اللي هو اللوجو اللي هو بيسموه استدامه الفوضى، بس ده ان شاء الله احسن واحد منهم باذن الله. دي بعض الحاجات اللي بنقدر نعملها من خلال البيم، يعني نعمل سان شادو. بنبدا نشوف التهويه الطبيعيه بتبقى عامله ازاي، انسب تهويه طبيعيه بحيث ان احنا ما نضطرش نستهلك تكييف. يعني كان مؤسسه فتحي يقول لك انت بتروح تجيب عماره غربيه وتيجي تحطها هنا في الصحراء وعامل نوافذ كبيره فالشمس بتدخل، وبعد كده تلاقي درجه حراره كبيره فتضطر تجيب تكييفات كبيره فتستهلك كهرباء كتيره. طب ليه؟ طب ما اعمل تصميم مناسب للبيئه بتاعتك. فكان من ضمن الحاجات ان احنا نشوف ايه التهويه الطبيعيه. ممكن نعمل مثلا موديل للمبنى مثلا زي زينا الحطوم مثلا، ونرجع نعمل نشوف ايه الفكره بتاعته، ان الواحد بيبقى قاعد هناك ومستريح ومش حاسس بمشاكل، تمام؟
قول لي بقى احمد ايه المبنى الاثري اللي انت عجبك او رحت حسيت انت مستريح فيه؟ ده تصميم بقى بصراحه في شويه افكار بعمله بيرن قد ادري في الافكار دي ليه ليه هو عمل دي كده ليه عمل الباب بالشكل دوت؟ كنت بعمل في الشهر الثاني ولا اذا الجو حر ماشي في المورات بتاعته في هواء ساقع عارف ازاي؟ في الشهر الثاني وانزل حر ولاقي السيستم بتاع الحياه بتاعته ما هي دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها اللي هو ففي الكربون في لايتنج في سي في دي في فاير اناليسيس في سولار شيرنج هيتنج اند كولينج بلوت هيتنج اند كولينج بلوت ممكن تعملها في قلب الريفت من غير حاجه خالص. دي بعض الامثله. هو انا ممكن اسال الحاجات دي كلها بنعملها ممكن اقارن بين كذا موديل موجود جوه الريفت ان انا ممكن اعمل كذا موديل واقول له قارني بينهم وقت لي الارقام وشوف لي الافضل. الحاجات دي كلها بعملها على انهي بروجرام يعني دي اي ام اللي هو لا بص عايزين نتفق على حاجه بس عشان ما نزعلش مع بعض البيم بس انا بصوت يعني البيم مش بلاد البيم فكره تمام يعني انا عندي فكره زي مثلا فكره الاستدامه مالهاش لا برنامج ولا حفاظ فكره ان انا بعمل حاجه اسمها تغيير البيم ان انا اعمل موديل على الكمبيوتر اللي عمل الفكره اللي عمل الفكره نفسه راجل اللي هو اخضر على الماوس تمام سنه 60 الراجل قال لك انا عايز اعمل بس نموذج للمبنى جوه الكمبيوتر باي برنامج بقى تمام؟ يعني لو واحد جاب الاوتوكاد وعرف يعمل حاجه تحقق البيم يبقى ده بيم. يعني لو بتشتغل على اوتوكاد زي اوتوكاد اركتكشر اوتوكاد ام اي بي اوتوكاد ستراكشر ورسم اعمل سيلكت على العنصر الاقي ان ده باب يبقى خلاص ده بيم. السكتش اب في ادوات بتتسطب جواه اسمها سكتش اب بيم تسطبيها كده بيرسم باب حيطان حاجات زي كده فده بيم. لو واحد مسك الريفت وبدا يرسم حاجات غلط تمام يعني عنده عمود ومش قادر يرسم عمود فراح يرسم مثلا ايه حيطه وقال لك ان ده عمود تعمل سيلكت تلاقي دي حيطه مش عمود فده مش بيم رغم ان ده بيرتج الريفت. فالفكره كلها انت شغال مظبوط ولا لا؟ يعني في 3 دي ماكس في ابواب بس لما بتعمل سيلكت عليها ما بيديش اي معلومه خالص غير طول وعرض وارتفاع فده ما يعتبرش بيم خالص تمام. لان انا لما بقول له بعد كده اعمل لي كوردينيشن بين الابواب والشبابيك مش هينفع مش هيبقى في ايه تمام. دي بعض الحاجات الفيزيكال موديل ده بدأت على البرامج دي صندوق ثانية واحدة ده كده على سكيل أكثر من مبنى وأرض صح يعني مدينة أو أكثر من مبنى تمام يعني أنا ممكن أكريت ممكن صاحب الدكتور راشد الدكتور راشد الدكتور بعد كل ده يعني أنا ممكن يعني أعمل الأناليسيس دي للإنفايرمنت كاملة أيوة إزاي بقى؟ بعد ما أعمل الموديل بديله بقى في ان انا ممكن اعمل موديل وابدا ادخله في برامج مختلفه وفي ان انا ممكن اعمل مدينه كامله في موديل كامله اتعمل بيم دلوقتي استراليا كذا مدينه عملوها بيم واستفادوا منها كتير جدا وخروجها كتير جدا ان هو عنده معلومه اي حاجه تحصل في اي مبنى هو عنده معلومات كامله عن كل حاجه في المبنى. لا يعني مثلا الانبعاث الحراري مثلا اللي هو رقم جي مثلا صح كده تمام ده مرتبط بتغير المناخ يعني فانا بقدر اعمل له محاكاه بتدخل في ملف كده بيبقى فيه كل المعلومات الخاصه بالمناخ بالبلد دي فبتدخله فبيبدا يشوف المبنى دوت ويبدا يديك الداتا انبوت بتاعته بتبقى ايه؟ موجود معايا لا هو ملف كده فاكر اي بي دبليو هو الملف دوت بيتحمل مثلا للقاهره بيبدا يشتغل معاك يديك كل المعلومات الخاصه بالقاهره تحمل اي مدينه تلاقي كل المعلومات بتاعتها يعني مثلا معلش اعذرني يعني بس احنا في بروجكت عايزين نشتغل عليه يعني مثلا حركه المرور اغير الحركه دي وبتاع اقدر اعمل له محاكاه في برامج متخصصه للنقطه دي بالذات يعني النقطه دي في برنامج اسمه انفرا وركس في 60 ده بيعمل لك الطرق ويعمل لك محاكاه يجيب لك عربيات تمشي وتختار نوع العربيه لو عربيه كبيره او صغيره ويبدا يقول لك هينفع ولا هتقع ولا وبيعمل لك محاكاه للطرق كلها. لا ما حضرتك تحدد ايه لو انت عايز مثلا طرق بس خلاص هو كده واحد للطرق يعني لا لو احنا بندرس مدينه ماشي ما هو انت مش انسب برنامج اللي ممكن يحل كل الحاجات دي تمام نبدا نشوف ايه المتغيرات اللي هندخل فيها تمام يعني الانفرا وركس ما بيدخلش حاجات دي خالص حاجات ثانيه وهي معانا برضه هو بيحدد لي المكان اللي اقدر استخدمه كسستينابيلتي او افضل مكان اخد منه نقط في الموضوع الليد تمام يعني انا ممكن طب انا هحتاج بقى طب
لو سكيل ابنيها انا ابني الكتل كلها، ولا ممكن اخد صور مثلا من جوجل ايرث او حاجه واعمل لها؟ هي البرامج دي كلها، البرامج دي كلها مرتبطه بجوجل ايرث، ولو حد عامل مبنى بيبدا يظهر لك المبنى ده دي. لو هو مش عامل يعني لازم تبني الكتل، تبني الكتل ابني الكتل اه يعني تبني المبنى ده كله، تبني مثلا اصلا لو اتكلم على حي ولا حاجه هبني الحي كله. اه هتبني الحاجات الاول، هتبني المنطقه اللي حواليك بس، وغالبا بتلاقي بدات يعني تقدر تدخل على جوجل مابس وتلاقي خرايط، تلاقي اسم كل حاجه. هو بدا كل واحد يحط البيت بتاعه 3 دي، وبدا فيه خرايط بتطلع 3 دي للمكان دوت. انا عارف مثلا في الصين كانت كل البلد 3 دي. اه كل البلد. يعني لو دخلت نيويورك هتلاقي كده، يعني الفكره كلها تمام ولا لا؟ احنا بنتكلم عندنا انزل حسب حسب المنطقه انزل للواقع يعني انت لو خدت مثلا في الامارات هتلاقيها معموله. في مدينه في الوطن العربي كلها او بلد كامله بالوطن العربي تحولت ل 3 دي، بلد كامله تحولت ل 3 دي. لا البحرين الشرعيه الشرعيه في عربيه فيها 3 دي، فيها سكانر 3 دي بيبدا تمشي في قلب الشوارع ويبدا ياخد معلومات ويبدا يحور الموديل. فدي بلد عربيه تحولت كلها الموديل. جميل يعني انا ممكن اعمل عليها مكسب. لا في موقع خاصه، في موقع كتير جدا انا بعتهم، هبعت الموقع ده بتخش تقول انا عايز مركز دلوقتي يديك الملف دوت ومعاك كذا ملف تاني. انا جربتها وجربت مع سوريا ومع مصر ومع دبي وحمل يعني حمل الملفات مظبوط. بس هو الريفت بياخد الملف ده ولا لا؟ الريفت ما بياخدش الملف دوت، بياخد البرنامج ده مثلا حاجه زي ديزاين بيلدر كده، تاخد الملف ده وتبدا تشتغل عليه. اليوكوتيكت بياخد الملف ده وتشتغل عليه. ممكن يحل محل الريفت في الموضوع ده ولا؟ ما هو الفكره كلها البرامج دي بتبقى متعبه قوي على بتعمل موديل فيها، تمام؟ متعبه جدا. فانا الريفت خلاص انا عملت الموديل بشرط احفظ سبورت، واروح هناك اقول له امبورت تلاقي الملف اشتغل معاك، تمام؟ انت عامل بقى كده امبورت تاني الريفت ولا؟ لو انت محتاج تعمل امبورت هتعمل، بس انت مش محتاج، انت مجرد بس عايز النتائج تطلع لك تستفاد منها، وبعد كده تختار شكل المبنى. فدي كلها بعض الحاجات اللي بتطلع في الشادو في الويند اناسيس، دي برضه تكمله شيلنج اناسيس بالشكل دوت، في سيرمال اناسيس بالشكل دوت، في شادو رينج بيبتدي في الشادو اكتر من يوم، تقدر تتخيل شكل الشادو كل سنه عامل ازاي، السولار اكسس هيبقى عامل ازاي، لو في مثلا شيكات هنا كميه النار اللي بتدخل، فانت عارف ان النار الطبيعيه الجزء ده هيبقى نار وباقي الحته دي ضلمه، تبدا تعمل تعرف مثلا مش هتحط النار الطبيعيه هنا ولا لا. فالفكره كلها انا بدخل البيلدنج جيومتري وبدخل نفس اللي هو بتاع الوزن دوت، ولو في اي معلومات خاصه بالشيكات والاحمال ببدا ادخلها في قلب البرنامج والحاجات، ويبدا هو يعمل لي المكان اللي انا عايزه. بس المهم يكون كل الناس بتشتغل مع بعض. دي من ضمن الحاجات ان انا ببدا اعمل سايت اناليسيس، دي موجوده في قلب الريفت، ان انت تبدا تشوف الريفت عامله ازاي. في انرجي موديل، مجرد ان انت تعمل ناس موديل، مجرد تعمل بس شكل كده زي دوت، مجرد بس تعمل حاجه 2 دي وتقول له بعد كده تنس 3 دي بتاعي، هو بيبدا يعمل تحليل المبنى ويفترض ابواب وشبابيك، ويبدا يديك مثلا هنا الاوبشن 1 والاوبشن 2، ويبدا يعمل تحليل وتقدر تختار اكثر من شكل وتخليه قانون منهم. ناس دي افضل حاجه. ده فيها جنب الصالون بالريفت، يعني بريفت عالي من الهيكل. خلينا نخش كده في الريفت. طيب انا عندي هنا في الريفت في حاجات كتير مهمه جدا، تمام؟ هتلاقي معلومات كتير جدا زي الهيدنج اند كولينج رود. الجزء ده خاص بالانشائي، في حد هنا انشائي؟ طيب ما لناش دعوه الجزء ده، بس الطاقه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي عشان نشتغل طاقه، عشان نشتغل طاقه. هو هنا بيشتغل بالروم، يعني اي حاجه بتعملها اي اربع حوالي بيعملها روم. يعني لو قلت له اركتشر وقلت له انا عايز ارسم مثلا قول ده هو اختار مثلا كده، وقلت له انا عايز المنظر، هو بيعتبر اي حوالي مغلقه روم. بس لما انا بتاعت الروم ايه المعلومات اللي بتديها لي؟ هيديني مظبوط الاريا، هيديني الفوليوم، هيديني المعلومات اللي هي ايه؟ بس ممكن اخش خلينا نعمل سيلكت كده على الروم ونشوف
ايه المعلومات اللي اداها لي، وبعد كده اعمل حاجه اسمها سبيس ونشوف الفرق في المعلومات. ده مثلا هرمون اداني ايه؟ اداني الطول الروما دي ايه؟ الاريا الفوليوم من يعني حاجات ايه؟ دي معلومات اداني. انا مش عارف اي حاجه خالص غير ان انا هقول له خش على اناليسيس ودي سبيس. بس السبيس بتتحط في نفس المكان اللي في الروم، يعني روم سبيس بتاخد نفس الاسم نفس كل حاجه. طب شوف بقى الحاجات اللي هي عمل لي حسابات للوايتنج اوتوماتيك، عمل لي حسابات للنكاز بتاع السيلينج ونكاز الهول ونكاز الفلور الاحمال كلها بتاعت الالكتريكال، وتقدر تغير الارقام ديت. تمام، هو بيستلم بعض القيم فانت ممكن تقدر تغيرها. هو بيبدا يشوف الغرفه دي ايه الغرف اللي حواليها، وبيشوف المكان بتاعها في الدوله والحاجات كلها. تقدر بقى تدخل مثلا تقول له انا عايز مثلا احجب، هل هتعمل ايه؟ اهو اوكي هتلاقي هنا مثلا بيقول لك انت عايز بس ولا جولد ولا انت جولد ولا فنتريشن. وبعد كده السبيس دوت ناقص ايه؟ السبيس دوت حد بقى نوع السبيس دوت، هل السبيس ده هيبقى مخزن ولا هيبقى قاعده محاضرات ولا هيبقى مكان مثلا ما ينفعش فيه تكييف، يعني ممكن يكون مثلا مكان اثري فممنوع التكييف فيه. فاكر فاكر المكان الثاني كان مراوغ بس كان مراوغ عايز الحرب. فكل الارقام دي موجوده من اشي، يعني الارقام دي مش ارقام عشوائيه، الارقام دي موجوده من اشي. تقدر تحدد عدد الاشخاص، عدد الاجهزه اللي هتبقى موجوده، الاحمال اللي موجوده تقدر تقول له مثلا عايز الاحمال مثلا اشوال تحددها تكتب انت قد ايه مثلا. فالقصد ان السبيس دي تبقى غنيه جدا بالمعلومات. فلما اعمل سبيس واقول له صدر لي المعلومات دي، يعني ممكن اجيب من اناليسيس اختار حاجه اسمها هيدنج اند كولينج رود. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يسال بقى بعض الاسئله. بيلدنج تايب المبنى ده ايه؟ ممكن المبنى ده فندق، ممكن يكون جوه المبنى ده بعض الغرف مش فندق، بس هو بيتكلم عن مجمل. الديتيل بقى هنا لو في حاجه استثناء ادخل في الديتيل وقلت له السبيس دي لا، السبيس دي مثلا اعملها سوق مول اعمل اي حاجه. اللوكيشن بتاعي كنت فين؟ كده مثلا في المشروع بتاعي في المانيا، هيحسب على الحساب بتاع المانيا. الجراوند ديبت بتاعي عامل ايه كده؟ البروجيكت فيس قال واحد